وما دام اني بكون في الجنوب ان شاء الله الويكند هذا. قبل اسبوع في واحد اسمه بندر رسل لي مقطع لبيوت مهجوره تطلع اصوات غريبه، يا ليت يجيني خاص عشان بكره اروح. من جد عجبني المقطع، بيوت مهجوره كذا، يعني مو بيوت، قريه كامله مهجوره، ودي اروح استكشف اسرار لان فيها اصوات غريبه من جد انا سامعها. الله يستر، اليوم واضح من اوله. والله كان بيقلبني. تعال. الله يدوم هالبلد ويدوم الامن والامان اللي فيها يا رب، يعطيكم العافيه، من جد يعطيكم العافيه. امن الطرق قيا، من جد يعطيكم العافيه. بيض الله وجهكم، والله مره ما قصرتم، الله يسعدكم. وجهك ابيض اخوك، هذا واجبنا ولا مشكورين عليه. يسعدك ربي، واعتذر لي على اخويك على العشاء. الله يسعد، انتم عزمتونا. الحجر هذا غريب، الحجر هذا اللي جانا كذا ما ادري كيف وضعه غريب. الله الله لطف، الحمد لله. بيض الله وجهك وعشاكم اعتبر وصل. الله يسعدك، الله يسعدك، اعتبر عشاكم وصل حبيبي. شكرا لك، شكرا لك حبيبي. سلام يا جماعة الخير. أنا ما أدري إيش القصة، لكن حتى العسكر اللي جوني قال أبوي قصتك غريبة، جاني حجر ماشي ألف وإحنا ماشيين في الخط، من فين جانا الحجر هذا؟ وإن كان هذا الشيء جاء من إنس ولا جن عشان يعيقني على الجبل، والله لأجي الجبل هذا وأكشف كل أسراره وأصور وأثبت كل حاجة إن شاء الله. ربي ربي رب العرش العظيم، إني عبدك الضعيف أطلبك القوة والعزيمة يا رب العالمين. قلوا أمين. ترينا في شيء غريب، في شيء هنا غريب. أنا قلت لكم في شيء غريب. عارف إنه بس أسود، عارف. دقيقة أطلع، شايفين؟ بيض الله وجهكم يا شباب، الله يسعدكم. بيض الله وجهكم، عرفوني بالسيارة، ما شاء الله عليهم. سلامات يا باي، سلامات. الحمد لله. سلامات سلامات، ما تشوف شر، والله كذا كثير علي. هذا الشخص قدامي صار فيه كذا، شوفوا عصيراته كلها هنا مكبكبة. والله لا اطلعك يا الجبل، حمستني زيادة. بسم الله توكلت على الله، تراني قريب جدا جدا من الجبل. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، شوف الخط، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الجبل، انا ما ادري عاد اذا انتم تشوفوا ولا لا، لكن هذا هو الجبل ان شاء الله حطلعه باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كأنه هذا اللي كان في المغارة صح؟ البس. بسم الله الرحمن الرحيم، ما علي. أسكت خلاص. شوفوا هذا هو الجبل، شايفينه؟ شوفوا كيف؟ هذا هو الجبل، ترى ما ينشاف بس مرة عالي، ما أدري. هذا حسن جاء من نجران، هذا جاني من نجران، تخيلوا. حبيبي. والله حبيبي. وهذا الجبل، اسمع حط النور حق سيارتك على الجبل، خليني أوري متابعيني. طيب أهو بس. وهذا بسعود، الله يعوض عليه. الله يعوض علينا معاك. والله ما حد يطلع، وما حد يطلع بس. والله نخاف من جبل، نخاف منك ياسر. لا سعود الله يرضى عليك، بس وريني الطريق وابعدوا عني. خلاص يلا مشينا. يلا بس طلعني عند الطريق وخلاص. يلا اطلع عسل فوق. اقول لك خذها مني. ما انت متابعيني وحبايبي، انا الحين طالع بالسياره لحد اخر منطقه اوقف فيها السياره، بعدين اكمل برجلي. فاذا فصل عندي ما في نت انتظروني يوم يومين. انا سيارتي ما هي جيب، فبكمل الطريق مع مين؟ مع ابو سعود. الله يصيب ابليسك يا، تصلي على النبي يا شيخ. ترى خلاص وصلت والحمد لله، وهذه بدايه الجبل. حطلع من هنا واطلع مع الاشجار هذيك وحطلع لين فوق باذن الله. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب كيف اتسلق ذي الصخره؟ من هنا في طريق. بسم الله بسم الله. شوفوا شوفوا السيارات فين، هذيك هناك تحت هي البيوت، وان شاء الله اكمل كمان. ترى الطريق من جد من جد وعر. بسم الله. ترى فعلا في اشياء غريبه وفي اصوات غريبه، كله صخور زي كذا الجبل. واو ورايا مشوار. ترى ايش هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحين كيف الواحد ينزل من هنا؟ لأنه من جد من جد وعر الطريق. شوف الطحن. أسمعوا سامعين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أصوات كلاب عمال تقرب، سامعينها؟ والله حماس. بسم الله. هوبا.
شوف الصخرة هذه شكلها مرة غريب، شايفينها؟ كمان هنا في بيت مهجور مبني بالحجر، أبى أدخله. والله أنا شفت شيء عجبني. إيش هذه؟ أما بطانية. بسم الله. شايفين؟ في زي المغارة. هذه صخور. أوكي، وهذه الصخرة الغريبة، لكن هنا في زي المغارة. والله مرة حلو. أبى أدخل. في بيت هنا مهجور، بس أنا بدخل المغارة. أنا جيت من هذيك الفتحة شايفينها، وماشي في المغارة هذه. ما في ولا شيء. مغارة فاضية. في فتحة هنا في الجبل غريبة. شايفين؟ خرجتنا المغارة. بس الصراحة المنظر شوفوا. جبل جبل مرة مرة وعر. واو. في نفق ثاني هنا. وش هو ذا؟ في زين ايش ذا؟ دخلت مع المغارة بس مرة عميقة. شوفوا ايش في تحت كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. عميقة عميقة مرة وعالية. هذه مغارة كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا كيف المغارة هذه. والله من جد من جد هذه تخوف. بعدين مرة عالية يا واد، اموت عطش هنا ما حد يجيني. طب اكمل. ما في خروج الا من الفتحة الصغيرة هذه. بس مرة كبيرة المغارة. ايش هذا؟ ثعبان ذا ولا ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت من المغارات بس ترى الجبل لسه طويل. شوفوا لهم فين. خلنا نشوف الشباب. يا شباب ياهو. أسامي وطش أخذ الميكروفون حقك. أسامي طيب سامي وعبل سامي رد. يا سامي حبيبي والله بسعود، أنا توي طالع من المغارات بس ترى ما كانت في شبكة. الزبد أنا بطلع فوق فوق في الجبل لسه، ممكن أطول ترى كثير. أوكي هذا خلى الجهاز شغال. إذا تبغى غامر خش الشرقية الشمالية بعرف تلقى الغابة هناك، بس خلي جهاز شغال ترى عشان أطمن عليك. ابشر ابشر ما راح اقفل ان شاء الله. والله لا اقفل امه ازعجني. يلا بسم الله ونكمل. يا رب ترى خلاص حصل القمه. بس هذا الجبل كذا حطلع، بس ما شاء الله كل صخور كبيره. شوفوا كيف تحت. واو طلعت من هنا. هذا هو الوادي المهجور. خلاص وصلت على قمه الجبل. ترى ما في شبكه وانا فين؟ لحالي. شوفوا ما في ولا ابن امه معي. بسم الله. الزبدة السنابات بدأت ايش تتشقلب عندي، فأنا بصير أحفظ السنابات. وهذا آخر مقطع برسله، خليكم على الهاشتاج عشان أصحابي هناك يسوي لكم تغطية اللي هم يستنوني تحت. ما شاء الله حتى الحشرات هنا. شوف شكالها، هذا الشكل ذي. تعالي تعالي يا بابا تعالي. واو وش ذي كبيرة ما شاء الله. أعتقد إن اسمك أنت فرس النبي. يلا حبيبي عشان اسمك اسم النبي خليك هنا حبيبي. يلا كمل طريقك يا وحش، كمل طريقك يا وحش. ما شاء الله عليك طول. أقول لكم صدقون هنا في صوت. يلي هنا هي سامعين؟ وربي في احد. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 فيك عميتني. معليش حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يعني انت دائما تيجي هنا؟ اي دائما. ما شاء الله عليك. طب ليش ثابك هنا؟ ابغى البراد والنسيم الهواء. ما شاء الله عليك. يعني انت دائما تطلع الجبل هنا؟ اي دائما اطلع الجبل هنا. طيب معلش ترى في اشاعات كثير يقولوا في جن هنا، لا يكون انت الجني. جد والله انا انس. طيب طيب الناس اللي يقولوا هنا في جن ما جن، جد يعني الكلام ذا؟ كان في جن يا اخي. والله احسك انت ما انت طبيعي. طب بذمتك بذمتك الجبل هذا طبيعي وكل القصص اللي تنقال عنه صح ولا غلط؟ بذمتك. والله القصص صح، قصص الجن غلط. انا ما صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. بس في نمور في اسود يمكن. يمكن برضو في ذياب. ايوه هذا سناب. طيب ايش تعليقك؟ تعليقي ان الجبل هذا الحمد لله نحن رايحين جايين فيه ما في شيء سليم. يلا حبيبي اشوفك على خير. السلام عليكم. والله مو طبيعي ده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا في الوادي المهجور بس الصراحه من جد مهجور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هل منشفة في كل مكان اشوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين هذا قبر ولا ايش؟ ما نعرف شيء. اعوذ بالله اعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع اطلع. شوفوا الأشجار كيف الوادي ذا.
حتى الشجر شكله غريب، أنا ما نعرف هذه الشيء. سبحان الله، لقيت نهر في قلب الوادي، صراحة جميل جميل جدا. شوفوا هنا كيف هذا الجبال، أنا نزلت من فوق. أقول لكم من جد ترى وادي وادي مهجور، أقول لكم أليم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أطلع يا أخي وريحني، تراك جبت لي العجاج. أطلع أسمع صوت الخفافيش، هي الأصوات الغريبة تطلع دائما الخفافيش زي الأود اللي قد زرتها. ها ترى متحصن، مرة متحصن. شوفوا النهر، ترى فيه أشياء غريبة كمان، شوف الحشرات الغريبة دي، ما نعرف إيش هي دي، شايفينها؟ النهر كله يمشي ويدخل جوة الفتحة دي، شايفين الفتحة هذه؟ ليتها كبيرة، والله كان دخلت، شكلها حمار. شوفوا كيف، ما أقول لكم مهجور؟ هذه كلها شبكة، تخيلوا؟ ما شاء الله تبارك الله. أنا آسف، عارف أني تأخرت عليكم في السنابات، لكن غصبا عني الجبل كان كبير جدا، وصول الوادي اللي بعد الجبل تقريبا كان شوية صعب، لكن في أسرار كثير. أنا خرجت من الوادي، لا خرجت مختل عقلي ولا خرجت شاعر، كل اللي سمعناه كله إشاعات. اسمعوا القصة كاملة الآن وأسرار الوادي هذا. الله يسعده أبو سعود المالكي، هو وداني لحد آخر النقطة توقف فيها السيارة وأنا تسلكت. طيب أنتوا شفتوا الشاب اللي أنا شفته صح؟ هقول لكم قصته. قصة الشاب هذا، هو شاب في كامل قواه العقلية، لكن أنا شفته في وضع مخيف شوي، يعني بين صخور كذا وقاعد يقول قصايد، فجعني شوي. لكن لما جلست معه، الشاب هذا منزله قريب من المنطقة اللي شفته فيها، يعني حتى في منازل بعيدة عن بعض، ممكن ما فيها إنارة بس ما تنشاف، لكن في راس الجبل تقريبا، هم أهل المنطقة دي. الوادي هذا لا فيه له لا أسود ولا نمور، بالعكس كان جدا رائع، بس فيه له حاجات غريبة بسيطة، الجن في كل مكان سبحان الله، لكن في أصوات غريبة الوادي هذا أنا شايفه مرة مهجور، يعني ما شفت ناس فيه أبدا أبدا، ولا بيوت ولا أي حاجة، بالعكس كانت تجيني أشياء غريبة كذا وأصوات غريبة. لكن الحمد لله الواحد يحصل نفسه ده. النهر هذا نهر مياه نازل من فوق الجبل كذا على ناحية الوادي كذا، شكلها جميل جدا، بس الله أعلم هل هي مياه عذبة أو مياه جوفية أو مياه إيش. ما الوادي هذا ما فيه له أي كهوف أو أي صخور، لكن الجبل كله مغارات كهوف وصخور. لكن صراحة استمتعت كثير، والكلام اللي قالوه عن الجبل، حكاية الجن اللي تحرس وحكاية الأسود والنمور وهذا الشيء، أنا مرة ما شفتها، مرة ما شفتها إلا الشاب هذا. بعدين الشاب هذا جنب بيته يعني جالس في كامل قواه العقلية. لكم موضوع، والله الجبل رائع جدا، لا فيه له لا أسود ولا نمور ولا شياطين ولا أي حاجة، بالعكس أعتقد في النهار حتكون فيه له مناظر خلابة جدا، أنصح بالزيارة. كثير زعلان مني يقول ليه ما وثقت الفيديو حقك؟ يا حبيبي أنا هدفي مو الشهرة، هدفي إن الناس تعرف الحقيقة. خذ سناباتي وأنشرها في حساباتك زي ما تبغى، خذها، أهم شيء يكون الخبر زي ما أنا قلته، لا حد ألف من عنده أبدا، لا حد يألف، أوكي؟ أنشرها زي ما تبغى. المغامرة هذه كاملة لا حد يجيني يقول أنت مثلتها، أنت نسكتها، أنت سويتها، لا يا حبيبي، أنت خلي اللي يهمك إنك استفدت ولا لا، أنا ما مثل حاجات زي كذا، ما مثل. باقي شيء واحد ما ذكرته، الهاشتاج مقلوب على إني لما قلت في اللاسلكي في أشياء غريبة طلعت لي. ارجعوا سناباتي لما دخلت في الوادي في حاجة كذا نطت من فوق الصخور، إيش هي دي؟ وشيء مهم إن الأطفال اللي عندي مرة لا أحد يفكر يسوي زيي أبدا، يروح يغامر المغامرة دي، المغامرة هذا عشان أنت تستفيد، أنا رحت معي كل غراض السبتي معايا. وباختصار أرمي أم الجوال وسيب السناب وسيب تويتر وسيب أي حاجة، وراك صلاة جمعة، نام، تصبحون على خير.